بدي شوي نحكي عن المفادين الخارجيين. نعم. اجى لودريان وهلا يبدو في حركه فرنسيه مقبله نهايه العام. اول شيء في قوات يونيفيل وبعدين في الملف اللبناني. في مقابله للدكتور سمير جعجع حكى عن الدور الفرنسي بلبنان اليوم صباحا، ويبدو كأنه في إعادة نظر إذا بدك للدور الفرنسي في لبنان. انطلاقا من هون في معلومات أنه هذا الدور الفرنسي اللي كان في تعارض بينكم وبينه بالأشهر السابقة يعود اليوم إلى الواجهة من خلال طرح جديد سيتبلور بداية العام المقبل. بدي أسمع منك. صراحة لم نسمع بطرح جديد. آخر مرة طرح يعني مباشرة لودريون بلقاء معه، طرح انه لا هذا المرشح ماشي حاله ولا ني لون ني لوتر مثل ما قال، اوكي، وفي الخيار الثالث. قلنا له نحن من ناحيتنا جاهزون للبحث بخيار ثالث، اللهم الفريق الاخر، وانت راح تشوفه ثاني يوم. كان نعم. ثاني يوم خبرنا. نعم. من بعد منا ولم لم ياتي اي جواب من بعد لقائه مع جماعة حزب الله مع محمد رأي. مما يعني انه بعدهم على 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 موقفهم. هلا كثير سيناريوهات عم تطرح، خاصة بظل تطبيق ال 1701 و إمكانية أن يقبل أول شيء حزب الله. خلينا نبلش هون قبل ما نحكي بشو عم يعمل الفرنسوية. هل حزب الله جاهز اليوم لتطبيق 1701 مثل ما قال هو قبل الانتهاء من 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 يعني النتيجه النهائيه للحرب القائمه في غزه اليوم؟ يبدو انه لا، هذا ما ما ما, ما صرحوه. وبالتالي كل التحاليل سواء دور هوكستين او بكره الفرنسويه اللي جايين، ما في شك الفرنسيين نقلوا رسائل، يعني واضح صار، لانه مش بس هلا زي وزيره الخارجيه، قبل منها يعني اجى وزير لكورني، وزير القوات المسلحه، اجا مدير المخابرات، اجا وفد اميه، اجا وفد يعني فعل من يومين يمكن وفد امني سياسي يعني من وزاره الخارجيه مع المخابرات، وفد مشترك، لا من وزاره الدفاع ووزاره الخارجيه وفد مشترك كمان كان هون. يعني في حركه فرنسيه قويه. هلا جاي وزيره الخارجيه بعد منها ماكرون، لانه بيزور الكتيبة الفرنسيه بقوات اليونيفيل. وبالتالي ايه، في حركه، في نقل رسائل. نعم. من اسرائيل الى 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 السلطه اللبنانيه بضروره الحفاظ على يعني على الأمن، ضرورة منع انزلاق لبنان إلى حرب جديدة، بضرورة تطبيق ال 1701، بضرورة الأخذ في الاعتبار أنه في 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 بإسرائيل نية بالانتهاء من الوضع يعني شمال إسرائيل بتأمين الأمن للمستوطنين تبعهم إلى آخره. يعني ما بعرف حقيقة تفاصيل شو نقلوا، بس هذه هي الرسالة الأساسية إذا بدك للحفاظ على لبنان ولمنع لبنان من تعرضه لحرب مدمرة. هلا بالموضوع السياسي تفاصيل انه والله في بزارات عم تنطرى على رئاسة الجمهورية، على صيغة الحكم، على مكاسب لحزب الله مقابل تطبيقه 1701، كله هيدا في اطار التحاليل بعد ما في شيء ملموس ولا في مبادرات واقعية. اذا بدك حكي صحافي لم نلمس بعد، يعني لم يفاتحنا احد اذا بدك باي شيء من هذا النوع، بل انه بس بالثلاث عناوين اللي اجى فيهم لودريان اللي هن الجيش 1701 و طبعا الجيش 1701 الخيار الثالث والخيار الثالث، هودي ثلاث العناوين اللي حكي فيهم لودريان. هيدي هي اللي قلتوا عنها انتم، مقاربه فرنسيه جديده صارت اقرب لكم من المقاربه. لا انتبه، يعني بلشوا الفرنسيين بموضوع الصفقه، يعني صفقه فرنجيه سلام، وصلوا اليوم للخيار الثالث يلي اللجنة الخماسية بتصور وصلت له. وبالتالي في تحول، ونأمل هذا أن يكون هذا التحول في هذا الاتجاه، وأن لا يتم بحث أي موضوع يمس إذا بدك بالتركيبة اللبنانية باستقرارها وب تأمين انتخابات رئاسية
تكون لصالح البلد مش ضد مصلحة لبنان. طيب اللجنة الخماسية ستجتمع أول عام، في معلومات أنه اللجنة الخماسية ستعود إلى نشاطها. في مداولات مستمرة بين بعضهم، يعني بيلتقوا بعضهم وبيتبادلون إذا بدك الـ 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 الآراء بين بعضهم حتى بدون ما يجتمعوا. أيه؟ على تنسيق مستمر بين بعضهم. يعني لا قصدي في كلام عن انه ملف رئاسه الجمهوريه هلا سيعاد الى الواجهه ببدايه هذا العام، عندكم معلومات من هذا النوع؟ الـ 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 ما في معلومات، في الكلام يلي قالوا لودريو انه قد تكون المنطقه هلا امتين مش معروف، يعني بخضم حرب غزه او بعد الانتهاء منها، بس عفوا اللي عم بيقولوا انه المنطقه قادمه على نوع من مؤتمرات أو حلول أو طروحات بدها تنطرح، يعني كل وضعية المنطقة بدها تنطرح. يجب على لبنان أن يكون حاضرا في أي مفاوضات مستقبلية. تيكون لبنان حاضرا بده يكون عنده رئيس جمهورية، بده يكون عنده حكومة فعالة، بده يكون عنده مؤسسات. هذا حرصهم إذا بدك أنه هذه المؤسسات، يعني ما في لبنان بخضم أي عملية مفاوضة قد تتم في المنطقة أن يكون لبنان غائب بلا رئيس جمهورية. بس ما هي المشكلة أنه عال، بس أنه هي القصة أنه أي متى انتخاب رئيس جمهورية؟ ما هو بعد حرب غزة أو قبل حرب غزة؟ يعني إذا عم نحكي أنه بدنا رئيس للبنان هو يفاوض باسم لبنان، لأنه نحن جايين على مرحلة حساسة جدا، ما كمان هذا الرئيس خاضع لتوازنات داخلية تنتظر حرب غزة. يعني هي بتجي شو قبل للأسف شو؟ للأسف بعض الأفرقاء يمكن عندهم هالرغبة هيدي أنه أن نتيجة حرب غزة تكون مش رغبة، هذه توازنات سياسية. يعني هن يراهنون على انتصار محور، بتعرف انه كلكم قوى سياسية بتنطروا التوازنات السياسية كيف بدها تكون. لا نحن ما ناطرين اي عملية توازنات إقليمية ولا رهانات على اي حرب قائمة بغزة وبغير غزة. نحن مع مسار الانتخابات، غيرنا ناطر يمكن ينتصر او حتى يبدو محور الممانعة أو المقاومة منتصر، طيب يقدروا يفرضوا على الداخل شروطهم والمسار.